حديث وابصة، استفتي قلبك ولا أفتاك الناس وأفتوك. صحيح، نعم صحيح. إيش معنى من كان ذا تقى، مع ذا معرفة بكليات الشريعة، كان فقيها يدور مع أنفاس الفقهاء وعنده قولين، يستفتي قلبه على ما هو مقرر من قواعد الشريعة. أما إنسان فاجر يحب أن يكون الخمر حلالا وأن يكون الزنا حلالا، هذا يقال له استفتي قلبك؟ ما يقال لهذا استفتي قلبك، يقال استفتي قلبك للإنسان التقي الورع الذي عنده علم فأشكلت عليه المسائل، فحينئذ الإنسان يميل إلى ما ألقى الله تعالى في قلبه. أما رجل فاجر يقال له استفتي قلبك، إيش استفتي قلبك؟ هذا فاجر. فالكلام استفتي قلبك لأهل الورع ولأهل العلم ولأهل التقوى في المسائل المشكلة التي ليس عليها دليل. ما سأل عليها دليل ما يقال له استفتي قلبك، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حتى إذا ورد قال الله قال رسول الله، ما يقال استفتي قلبك. مسألة شائكة ما فيها نص صريح، النصوص فيها متضاربة، العلماء فيها مختلفون، والإنسان محتار ماذا يفعل، وكان من أهل الحرص وأهل الديانة وأهل الورع وأهل التقوى وعلى قدر من العلم، يقال له استفتي قلبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال استفتي قلبك ليأخذ الفاجر فيتعلق بهذا الحديث ليعمق فجوره وليروج يعني شهواته وأعراضه وأغراضه ومصالحه التي فيها قضاء على الدين لتسلب الدنيا. ما يقال لهذا الصدف مثل هذا الحديث، والله تعالى أعلم.